أبناء الحلوين تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، بعد أن استمعنا إلى قصة الاستماع أخاف من العدوى، نشاط رقم واحد اقرأ وصل بالشخصية المناسبة. أبناء الحلوين، هذا الولد يسمى عمر وهذا الولد يسمى يوسف. هكذا أبناء الحلوين، هذا عمر وهذا إيه يوسف. هذا عمر في قصتنا وهذا يوسف أيضا في إيه قصتنا، هم أبطال القصة. هيا أبناء الحلوين نصل إلى الجملة الصحيحة. بيقول لي لا يسلم على أحد. الولد الذي لا يسلم على أحد ويخاف من العدوى هو مين؟ هو عمر. هو مين؟ هو عمر. لا يغسل يديه إلا نادرا، إنه يوسف. إنه إيه؟ يوسف. باعتي الجائلين، هو يوسف أيضا. يغسل يديه كثيرا، هو عمر. هو مين؟ هو عمر. نشاط رقم 2، استمع للقصة وأجب عن الأسئلة الآتية. مرض يوسف بسبب عدوى من صديقه، أم تناوله طعاما ملوثا، أم لعبه في الحديقة؟ طبعا تناوله طعاما ملوثا. تناوله طعاما إيه؟ ملوثا. تردد عمر في زيارة يوسف لغضبه منه، لأنه يحب الجلوس في بيته لخوفه من العدوى. لخوفه من العدوى. لخوفه من العدوى. بعد ذلك أبنائي رقم جيم، في نهاية القصة قرر يوسف أن، قرر ماذا؟ قرر أن صار يهتم بصحته ونظافته. صار يهتم بصحته ونظافته ولا يشتري طعاما من البائعين المتجولين. في نهاية القصة قرر عمر أن، طبعا أبنائي كما علمتم أن عمر قرر زيارة صاحبه يوسف، ولكن في نهاية القصة قرر ماذا؟ لم يعد يبالغ في نظافته وحرصه الشديد على سلامته. ضع عنوانا جديدا للقصة، ممكن نقول أبنائي الاعتدال في النظافة. الاعتدال في النظافة. ننتقل بعد ذلك أبنائي النشاط رقم 3، ضع علامة صح أمام العادة الصحية وغلط أمام العادة غير الصحية. 1، عند العطس أضع منديلا على فمي. أبنائي الحلوين، هذه طبعا إجابة إيه؟ إجابة صحيحة. 2، أغسل أسناني مرة واحدة أسبوعيا. أبنائي الحلوين، هذه إجابة إيه؟ غلط. أغسل يدي قبل تناول الطعام وبعده، إجابة صحيحة. 4، أستحم باستمرار لأحافظ على نظافة جسمي، إجابة صحيحة. أبنائي الحلوين. 5، أقص أظافري يوم العيد فقط، هذا إجابة خاطئة. 6، أغسل يدي بالماء والصابون بعد استخدام الحمام، إجابة صحيحة. عن عاداتك الصحية. أول حاجة أبنائي الحلوين، من الحاجات الأساسية التي أحافظ عليها، أغسل يدي قبل تناول الطعام وبعده دائما. العادة الثانية أبنائي، في الصباح أتوضأ وأصلي الصبح. طبعا في الوضوء أغسل وجهي ويدي وقدماي وكل شيء من الأشياء الخاصة بالوضوء. لا أشتري طعام الجائلين. تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، الفصل الدراسي الأول واللغة العربية، مرحبا بكم ومع درس جديد من دروس لاحظ وتعلم. نشاط 1، اقرأ ولاحظ الصوت الأخير للكلمة. نقرأ أبنائي هذه الكلمات في حالة الوقف، يعني بنسكن الحرف الأخير. الوقف يعني نسكن الحرف الأخير من الكلمة. وجه، فراشة، بيت، هذه، عصفورة، حشرات، قلمه، فرشاه، عنكبوت. لاحظوا أبنائي أنني وقفت على كل حرف من الحروف النهائية من هذه الكلمات. في هذه الحالة أبنائي سيتضح كل حرف. حرف الهاء أبنائي هو هاء دائما في حالة الوقف وفي حالة الوصل. وجه، هذه، قلمه. أما كلمة
فراشة أبناء الحلوين. في حالة الوصل تنطق ها، وفي حالة الوقف تنطق في حالة الوقف تنطق ها، وفي حالة الوصل تنطق تاء. مثل كلمة عصفورة، عصفورة عصفورة، فرشاة فرشاة، فراشة فراشة، هكذا يا ابناء الحلوين. أما التاء المبسوطة أو التاء المفتوحة في حالة الوقف يا ابنائي كما سمعتم تنطق تاء، وفي حالة الوصل بتنطق أيضا تاء مع نطق إيه؟ التنوين في نهايتها. هيا ننطق هذه الكلمات في حالة الوصل: وجه، فراشة، بيت، هذه، عصفورة، حشرات، قلمه، فرشاة، عنكبوت، هكذا يا ابنائي الحلوين. في حالة الوصل يتشابه في النطق التاء المربوطة مع التاء المفتوحة، لاحظوا جيدا هذه، في حالة الوصل التاء المربوطة تتشابه مع التاء المفتوحة، أما الهاء تبقى هاء دائما في جميع الحالات في حالة الوصل أو في حالة الوقف. إذن أبنائي الاختلاف كله في التاء المربوطة، في حالة الوقف تنطق هاء، وفي حالة الوصل تنطق تاء. إذن أبنائي التاء المربوطة في حالة الوقف بتشبه الهاء، تشبه إيه؟ الهاء، وفي حالة الوصل تشبه التاء، وهكذا يا أبنائي الحلوين. معلومة تانية يا أبنائي الحلوين كما أمامكم، كلمة وجه الهاء أصلية في الكلمة، وهذه الهاء أصلية في الكلمة، أما قلمه فالهاء يعتبر تسمى هاء الملكية، هاء الملكية، هاء إيه؟ الملكية، يمكن حذفها من الكلمة، أما هذه لا يمكن حذف الهاء ولا الهاء. فراشة يا ابنائي الحلوين هذه الهاء التاء تسمى تاء مربوطة أو تسمى تاء للتأنيس، تاء إيه؟ التأنيس، أول ما راها في الكلمة أعلم أن هذه الكلمة مؤنثة، هذه الكلمة إيه؟ مؤنثة، وهي الفرق بين المؤنث والمذكر. أبنائي الحلوين أما التاء في هذه الكلمة التاء المفتوحة فهي أصلية في الكلمة لا يمكن حذفها، جرب أن تحذفها وانظر هل ترى معنى للكلمة، بي هل رأيت معنى للكلمة؟ لا، إذن التاء أصلية، إذن أتركها. حشرات، احذف التاء، حشرة، هذه التاء أبناء الحلوين تسمى تاء التأنيس، تسمى تاء التأنيس فعلا لأنها جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث إيه؟ سالم، تاء التأنيس لجمع المؤنث السالم، عند جمع المؤنث السالم أو كلمة مؤنثة أجمعها أضف إليها ألف وتاء، ألف وإيه؟ وتاء. تحذف متى أبنائي؟ إذا أتيت بالإيه؟ المفرد من كلمة حشرات، حشرة، بتحذف التاء إيه؟ المفتوحة وتحول إلى تاء مربوطة مع حذف الألف. أما كلمة عنكبوت أبنائي لاحظوا التاء أصلية في الكلمة ولا يمكن حذفها، عنكبو لا يمكن حذفها، وإذا حذفتها الكلمة يكون ضاع معناها. ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى نشاط رقم 2، وهيا معا لنقوم بحله. نشاط رقم 2، أنطق واكتب في المكان الصحيح. أبنائي الحلوين هذا أيضا النشاط خاص بالتاء المربوطة والتاء المفتوحة، ركزوا معي أبنائي، هذا هو إيه؟ كتكوت، لاحظوا كتكوت، وقفت على الكلمة وسكنت التاء الأخيرة، إذن التاء نطقت، نطقت تاء مفتوحة، إذن هي تاء مفتوحة، أكتبها كتكوت، وإذا وصلتها كتكوت نطقت، يبقى إذن أكتب كتكوت في التاء المفتوحة المبسوطة. بعد ذلك أبنائي كلمة بقرة نطقتها بالوقف، أي سكنت التاء فنطقت هاء، في هذه الحالة تنتسب إلى التاء المربوطة، بقرة، بقرة. أما كلمة حوت أبنائي سكنتها، حوت، سكنت التاء فوجدت أن التاء موجودة كما هي، إذن تكتب في التاء المفتوحة، حوت، ولا تحذف. أما شجرة، لاحظوا أبنائي شجرة نطقت التاء في نهاية الكلمة عندما سكنتها بتاء مربوطة أو هاء، في هذه الحالة تكتب في التاء المربوطة، يبقى كتكوت وحوت في التاء المفتوحة، وبقرة وشجرة في التاء المربوطة. ننتقل بعد ذلك أبنائي نشاط رقم 3، كون كلمات من الحروف الآتية: التاء والهاء والتاء المربوطة والباء والراء والقاف والنون والميم واللام والواو والجيم والحاء والياء. أبنائي الحلوين ما دام النشاط رقم 1 والنشاط رقم 2 بيتكلم على التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء، إذن أبنائي
دعونا نأتي بكلمات تنتهي إما بالتاء المربوطة أو التاء المفتوحة أو الهاء. يبقى شرط أساسي أبنائي هذه الكلمات جميعها تكون إما بالتاء المربوطة أو التاء المفتوحة أو بالهاء حتى نتعلم الفرق بين الثلاثة. هيا أبنائي الحلوين نأتي بكلمات تنتهي بالتاء والهاء، بالتاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء. أول كلمة أبنائي الحلوين بقرة، بقرة. نكتب أبنائي أول حاجة إيه؟ بقرة. أبنائي الحلوين لاحظوا هذه الكلمة، نملة، نملة. النون موجودة والميم موجودة، ها هي، واللام موجودة والتاء المربوطة موجودة. إذن بقرة ونملة تاء مربوطة، نطقت هاء. بعد ذلك أبنائي الحلوين نأتي بكلمة إيه؟ توت، توت. لاحظوا أبنائي التاء والواو والتاء، نرجع للتاء تاني، يبقى توت. هذه الكلمة نطقت عند السكون أو عند الوقف عليها تاء، فكتبناها تاء. تمام أبنائي؟ طيب أبنائي الحلوين الكلمة التي بعد ذلك نحلة، النون موجودة نا 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 نا، والحاء موجودة حاء، واللام موجودة والتاء المربوطة موجودة، نحلة. كلمة نطقناها بالهاء ولكن تكتب تاء مربوطة. آخر كلمة أبنائي وجه، الواو موجودة والجيم والهاء موجودة، وجه، وجه. كذلك أبنائي في كلمة تنتهي بالتاء المفتوحة وتبدأ بالحاء، حو، فين الواو؟ أهي الواو أبنائي، حاء واو، ونجيب التاء المفتوحة تبقى إيه؟ حوت، حوت. إذن أبنائي بهذه الطريقة نكون تعلمنا في هذا النشاط الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء، والهاء. بهذه الطريقة أبنائي الحلوين نكون توصلنا إلى نهاية الدرس، درس لاحظ وتعلم. ولا تنسوا أبنائي الحلوين الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صوري. هيا أبنائي الحلوين نستكمل نشاط رقم 4، ابحث عن كلمات الصور في الجدول ثم اكتبها أسفل كل صورة. أبنائي الحلوين هذه الصورة صورة إيه؟ هذه صورة إيه؟ لاحظوا أبنائي الحلوين هذه صورة صابونة، صابونة. وهذه أبنائي أطعمة، أطعمة. وهذه أبنائي مناديل، مناديل. وهذه أبنائي أسنان. سنجد أبنائي الحلوين هذه الكلمات موجودة بهذا الجدول. هيا أبنائي الحلوين نبحث عن كلمة مناديل وكلمة صابونة وكلمة أطعمة وكلمة أسنان. نبدأ بكلمة صابونة. أبنائي الحلوين في هذا الجدول أين حرف الصاد؟ ها هو حرف الصاد، صابونة. إذن أبنائي نقوم بتحديد كلمة صابونة بقلم ألوان. هيا أبنائي الحلوين سنحدده بقلم ألوان هكذا، وليكن القلم الأحمر صابونة، صابونة. هيا أبنائي الحلوين نكتب كلمة صابونة هنا بنفس القلم، صابونة. ننتقل إلى الصورة الثانية وهي أطعمة، أطعمة. تبدأ بحرف إيه أبنائي؟ تبدأ بحرف الألف المهموز. إذن أبنائي هيا نبحث عن الألف المهموز، ها هي أطعمة، أطعمة. هيا أبنائي نقوم بوضع مستطيل حول هذه الكلمة أطعمة، وليكن بقلم مختلف عن القلم الأول، قلم أخضر، أطعمة. هيا أبنائي نكتبها بالقلم الأخضر هنا، أطعمة، هكذا. ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى الصورة رقم 3، مناديل. أين حرف الميم أبنائي حتى أسهلها عليكم؟ ها هو حرف الميم لكن بعده شين، إذن لا يصلح. هذا حرف الميم بعده نون، مناديل يصلح. يبقى نضع مستطيل حول هذا العمود. هيا أبنائي الحلوين وليكن بلون غير اللون الأخضر واللون الأحمر، لون بني، هكذا أبنائي الحلوين، مناديل. نكتب كلمة مناديل هنا أبنائي تحت إيه؟ صورة المناديل، هكذا. مناديل. معي.
كلمة أسنان، كلمة أسنان، أسنان. هيا نكتبها ابنائي الحلوين هنا كلمة أسنان. ها هي ابنائي كلمة أسنان. يبقى إذن أربع كلمات ابنائي: صابون، أطعمة، مناديل، أسنان. هيا ابنائي الحلوين نشاط رقم 5، اقرأ وأكمل بتاء مفتوحة أو تاء مربوطة، تاء مبسوطة أو تاء مربوطة. استيقظتُ، استيقظتُ. تاء يا ابنائي الحلوين هنا في الكلمة تسمى تاء الفاعل، تكتب تاء مفتوحة، تكتب تاء إيه؟ مفتوحة، تاء مفتوحة. استيقظتُ في الصباح وفتحتُ، بيضاً تاء مفتوحة، تاء الفاعل مفتوحة. نافذة الغرفة، نافذة، التاء هنا ابنائي تاء لتأنيث، تكتب تاء مربوطة لأنها نافذة تنطق هاء. الغرفة، الغرفة نطقت هاء نكتبها تاء مربوطة. لأستنشق الهواء العليلة، وغسلت، التاء لتاء الفعل تأتي في نهاية الفعل وهي تكون مفتوحة، تاء الفاعل. وجهي، ثم ارتديت، أيضا التاء هنا تاء الفاعل تكتب تاء مفتوحة وتنطق تاء أيضا مفتوحة. وارتديت، ثم ارتديت ملابس المدرسة، المدرسة التاء مربوطة، المدرسة لأنها تنطق هاء وتنطق تاء، المدرسة. وتناولت، التاء أيضا تاء مفتوحة لأنها تاء الفاعل في نهاية الفعل. وتناولت، لا يصلح أن أقول وتناول، وجبة، وجبة، إذا تاء مربوط ما دام نطق التاء مفتوح وها تكتب تاء مربوط. الإفطار، اللذيذات، اللذيذات أو اللذيذات، اللذيذات لأنها نعت تابع لما قبله هو المضارع، يكون مجرور بالكسر. التاء هنا يا ابنائي الحلوين نطقت ها ونطقت تاء، اللذيذة، اللذيذ، يبقى نكتبها إيه؟ تاء مربوطة. وفجأة، فجأة أبنائي دائما التاء المربوطة هي دائما على طول تاء مربوطة. وفجأة، وفجأة. سمعت، تاء الفاعل مفتوحة. صوت، التاء أصلية في الكلمة وهي تاء مفتوحة تنطق تاء وتنطق في حالة الوصل والإيه؟ الوقف. الحافلة، الحافلة، الحافلة تنطق تاء وهاء إذا تاء مربوطة. لم تصلني بالخارج فخرجت، فخرجه لا تصلح إذا تاء مفتوحة. فخرجت، تاء الفاعل. مسريعا، مودعا أمي وحاملا حقيبتي. هكذا يا ابنائي الحلوين الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة. التاء المفتوحة تكتب في جميع حالات وتنطق تاء، أو أقصد التاء المفتوحة تنطق تاء وتنطق تنطق تاء دائما في كل الحالات، في حالة السكون عليها، في حالة الوقف عليها، في حالة الوصل تنطق تاء وتكتب تاء. أما المربوطة الحلوين في حالة الوقف تنطق هاء وفي حالة الوصل تنطق تاء، مثل نافذة والغرفة والمدرسة ووجبة، اللذيذة، فجأة، الحافلة، كل هذه نطق تاء كتبناها تاء مربوطة. وكده يا ابنائي أكون انتهيت من هذا النشاط الذي يفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة. تعالوا أبنائي نشاط رقم 6، أكتب خط النسخ. الوقاية خير من العلاج. الوقاية، كلمة الوقاية تنتهي بالتاء المربوطة لأن التاء المربوطة هنا تنطقها في حالة الوقف، الوقاية، وتنطق تاء مفتوحة في حالة الوقف. الوقاية خير من العلاج، وهي الكلمة الوحيدة التي فيها تاء مربوطة وباقي الكلمات ليس بها تاء. إذن أبنائي هيا نكتب الوقاية خير من العلاج. هيا أبنائي الحلوين اكتبوا الوي، أو تحتها إيه؟ تحتها كسرة، الوي، قا، القاف عليها فتحة وهي مد بالألف. الوقا يا يا يا، الوقا يا تو، تاء مربوطة والتاء المربوطة عليها إيه؟ عليها ضم. الوقاية خير، خا خا، الخاء ايه عليها فتحة، خي، الياء هنا ساكنة، خي، الياء ساكنة، خير، تنوين، تنوين بايه؟ بضم. الوقاية خير من، الميم مكسورة والنون هنا عليها ايه؟ عليها فتحة، عليها فتحة. من العلاج، بس اللام ابنائي الحلوين عليها ايه؟ عليها سكون. العي، عي، عي، العين مكسورة، العي، لا، اللام عليها فتحة، العلاج، 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 تحتها كسرة. الوقاية خير من العلاج. هكذا يا ابنائي الحلوين كتبناها بخط جميل، اكتبوها بخط جميل. الوقاية خير من العلاج. خط النسخ يا ابنائي تكتب الخط كما هو، لا تغير حرفا ولا نقطة ولا علامة ولا أي شيء، الحرف كما هو، الميم، العين، اللام، الجيم، هكذا أبنائي الحلوين يكون خط النسخ. نسخ يعني تنسخ الخط كما هو. وبهذه الطريقة أبنائي أكون انتهيت من هذا النشاط.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأذكركم أبنائي الحلوين، لا تنسوا الاشتراك في القناة، وهذا يسعدني ويشرفني كثيرا جدا اشتراككم في القناة.